Delaware Tower. Vallahi. ثلاثة. القاعدة الثالثة. هو ما نجد فين ذا قاعدة الثامنة فين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلاة الفايدة لتعن لبه لباس وفاتي بشي سيما على أقصى مكان وقواعد اللغة اللي كان يعطي يعسى زباني كان أو يعطي يعطيك زباني عربين حكم كابا سر دقة شرعية كان معنا جيش نسر يعطي سهميا في واضح الواضح الدلالة ومراتبه. باسي شي يكين باسي واضح دلالة وعتا أو دقاني كوا رونا وعتا كانيان أشكرايا وعتا كانيان كالين واضح دلالة يعني تيغشتني معنى لدخكا بيرستي بشتكي دركي ناكا بيهنين بوي لدخكا بين هر بخير نوري خلي دخكا لو عدتان حالية بين بيرستي من با استعانة كذن بشتكي دركي كبير وثي عقل يا سياقي مثلا جملة يا قرانو بو أصل لغات يا بو عرف بو عادات يا بو أمانانية هر خودی جمله که کدک اخوانیو و مواد که من دست اکید به بیگران او هو شکی درکی درکی این در به عقل یعنی هر لذی نتوانی معنا کن حالی ببین ات پیسمان به در به عقل نیه امش قاعده که وار و مراتبی هه چند پلیگش معنیه اول لذان او دقانی که وعده کنی آنونه درجه رومی وعده کنی یک پلنی بالکو چند پلیگه اما جيجي كتير اللو الدكال يعني كفقهاء يا ولنزانين أصول الفقه كدوانا بوتي جشتن لدق كذلك سيري معنى دق كين سيري معنى مشيق أكين يا مزارويك سرنج أدين نابي همو معنى كانو كيك سرنج بنتو كشردين همو معنى كان ديك أردي حالي بي أرتي تيجشتن كان وكشون لإنسانا جيوازا لتي جشتن لخدي دقك واتا بخشين دقكش بو معنى كان هر جيوازا بخشيني دقائق بمعناك هل جواز كسون لا عندنا بيته إن شاء الله. يكمن ينبات سواك الواضح الدلالة من النصوص كعليا أو لفظانيك ومعناك عن هرون جاء الواضح الدلالة دروس فين الواضح الدلالة يا الواضح الدلالة تكاد الاسم فاعل هل كان أبلام لسلبو فيرن إضافي لفظي دروسة بأبلام الإضافي ولا اسم كتير أبلام لسلبه وإذا الواضح الدلالة تفعين بخبينها وكثيرا تفعين بخبينها معنى الواضح الدلالة من النصوص وهذا أوش عليك ورون الرجع عندي مع المعنى لدى فكان كامل ما بس كان شيء بمصالحة بين عزيك يعني شيء واضح الدلالة أليه هو ما دل على المراد منه بنفس صيغته من غير توقف على أمر خارجي كذلك أليه واضح الدلالة أويك خودي خوي وعدام بسك أجين بخودي دخك صيغته يعني دستراجك خوي فورمك خوي معناك أجين لذي أولي باوستار إلى سدبوني شكي دركي دروي عقل هد خودي دخك من خلده والصيغك من خلده فورمك من ود يسلتي أجين كذلك مثلا من الله يجلس يعني جلس لو شيء جلسه تيجين يعني شيء يعني دانش توا فعلك ماضي معنا دانشتنا يترم في إذنك مثلا شيء تبين انت أو شيء جلس زين لك وعات وأصلك هو أما شيء ولا شيء معناه يقول هلا أو شيء معناه هي أما أنا ما في إذني شو واضح الدل عليه فإن كان يحتمل التأويل والمراد منه ليس هو المقصود أصالة من سياقه أم جابات مراتب كانيك أم لوزيك معناك يغونا أم جيروني معناك كإيجين هل خلي دقك وليتي يغين بشان بليك إمالي حالي بي سلنجيني كنيا أجر هذا دقك احتمال تأويلي هبو أتوان را تأويلي عن شيء أتوان را وعتاكي بقرب وعتاكي تر
تأويل وقت الغرين يا جرانوي معناه كي بو يربو معناه كتب أتوان را أم لفظة وقتها كي بو غرين بو وقتها كتب لهما كادشا والمراد منه ليس هو المقصود أصاب من سياقه ما بس سرقي لو دقا كهن رابو لراسيا لهنا مبس سرقي كا كهن رابو أو نبو أو يمكن السياق كاهن راو أو يمكن دقا كاهن راو مبس سرقي كا أو نيا شيء ترى لدروي أو سياقا يعني لو جاكا كأم دقا كهن راو مبس سرقي كا أو نيا كلرا هنا يتي كظاهري معنى كا شيء ترى مبس يتي أجد لذلك أواهيبو تيلن ظاهر مثلا كاتك بازي أم عاتاكم خواهي قولها تمام وحل الله البيع وحرم الربا خواهي قولها بني حرام تجو حرام جيك الربا يسال السياق آتك أجد أواهي تنج بين معنى ظاهرك أو معنى دلال واضح دلالك يعني بيع حلال وربا حرام بلا مقصودي أصلي لقرآن كينا في آل راية مبسة أعوانية بغبية ببيع حلال وربا حرام به ما بس أصلي كا جاك النوي بيع على ربا وقوانا فيش وآتا كمان دليل ترمان به وديان بوجه فرق نوان بيع وربا شيء بو خوا بيع حلالك أو ربا حرامك أعوانية أوان ما أنا الزاني تيش وربا وربا وبيع يكشن خواهي قولك أم آتا لراهنة أبولي أيوه بل بفرمي بولي ربا وبيع فرق يعني هي كعموم بس أصلي كا سرقي كا بو فرق كا بو خصنا عقلي أنا كفرقية نعم مرتقى بو بلا بلا بيع حلال أو ربا حرام أما بس يدوهم بس يكمنية أما كلام ظاهر على المعنى الظاهري أن آياتا فرق لنيوان شيا جواب ذيك دنا لنيوان ربا لنيوان بيع هو معنى ظاهر كا شو كأمل يلا مبس أصلي وإن كان لا يحتمل التأويل أجد أخي احتمالي هش تأويلك نبو لا وإن كان يحتمل التأويل والمراد منه هو المقصود وصاد من سياقه لذلك احتماله هل قريء وابوك معنى بقولي بمعنى الكتاب بل أما بس دهناني أو دقاء هل خدي خوي بقوه هن راولة سياقك هل بقوه هاتفك معنى إيه بس هل بس معنى كتاب ما بس كتاب نيا هل بقوه اللي بقى هن راولة هل معنى بس كيسال يولي قريء هو في الله شيء سمي النص في من نص كعبو لم آتان أقبلين معنى الظاهرك كامتانين ألين أويا كفرق نيواني ريباو نيواني كيان بوقع بيعنا بوقع بل عم نصفك إيش يا حرام بوني ريباو حلال بوني بيع نصفك أوايا بل عم معنى الظاهرك فرق نيواني إيش يا نيواني ريباو نيواني بيع في هذا النص يعني مرتبيك يعني نص شيك الظاهر شيك ترى هر دقیقه هر دقیقه سرنجین در روی آوا سرنجی بین الان نفتکه آلا چی؟ الان نفتکه تیمان آلا تنها بیا حلال و رباش حرام اما وانی لکی چیه؟ آلا جاوازی که نوانی ربا و نوانی چیه های؟ بیا آه و این که لا احتمال تأویل اگر او دقیقه این راب و احتمالی او نبو که معنی که بگوریم هر یک معنی هبو اولا ویقبل حکم ان نفتکه بلان حكمي دقك احتمال هبو نصرح بيته بصرته احتمال هبو لابو بالاحتمال هبو بشورته سمي المفسر في يلن شيئا في يلن تفسير كلام وحتى اول برسك هاتوا اما بل احتمال تأويلينية وز احتماله ام دقا ام معنايا ام مشيك ام معناي تدايا ام معنايا نصرح بيته معناي كتبه تشوينكي بوالن شيء مفسر تفسير كلام وإن كان لا يحتمل التأويل أجد كمان احتماله قدماني تأويل نبو ولا يقبل حكمه أن نسخه حكم كشي احتماله أنه بسرعة طبعاً سمي المحكم بوالن شيء فلن أعمدق واضح دلالشة ومحكمشة يعني حكم كي ثابته ناضعه قابل قرانية وقرآن فرمي منه آيات هن آيات المحكمات وهن وأخرى متشابهة هني كي شيء القرآن هذي كان محكما هذي كان متشابه محكم يعني شيء يعني أول أظن كمعنى كان الاحتمال هيش تبيده الله عندي وحب كشي نادر تعرفه تعرف تعرف ذكي الله المحكم أول مراتب كان كابوس فا مرتبيها دنا مش شيء إن شاء الله بنونه وبس هو بكتير آياتي
كادو زاني من واضح الدلالة دقيقي راس كوانا كواس راس خوة كأكين ببير بونيشتكي دلكي أقول تجسني إما لم دق ولا معنى أبدا شو المرتبة ظاهري هي نصي هي مفسري هي محكمي هي وكل نص واضح الدلالة يجب العمل بما هو واضح الدلالة عليه ولا يصح التأويل ما يحتمل التأويل منه إلا بدليل كالو هدقه كمعناكي واضح به رون بيت في يسكركن بو معناي كواب روني جيني كان معنى زور رون وعشترائيش بواركن أم جا دروس جنية تأويلكن أو أنك قبول تأويلك إلا بيبا غيتر معنى به حتى دليلك معنى به تأويل ناكله تأويل خوب عرضو من دانانية تأويل بكيف يخو معنية تأويل كرانوية معنى بمعنى كتر قردي معنى كيا أبي بلقي كترد هذا كأعمل رأي معنى أم دقاء أوي أكيد بلقي إنه شيء وصار ظاهر لكن أو بمسا لو معنى أو معنى جشبيك هذه القاعدة الثالثة والقاعدة الرابعة الآتية خاصتان ببيان وببيان الواضح الدلالة من النصوص الشرعية على أن قاعدة فيها قاعدة سؤالي مش كلمة دعا دي كلمة دعا دي أمانة أم دو ياسايا تائبة بواضح الدلالة بو دقاني كلا شريحي إسلام لدقى شريحي كان معنى كان يرونا واروها وغير واضح الدلالة منها واروها تائبة بشيوة بو لوظاني كواري أو دقاني كما معنى كان يرونيه كأبون دو قاعدة باسي أم دو بابتاك يكشان باسي واضح الدلالة يكشان باسي وغير واضح الدلالة كأبون أنك معنى كان يرونيه وبيان مراتب وضوح الدلالة وضوح الواضح ومراتب خفاء غير الواضح وما يزال به هذا الخفاء القاعدة نباتي شكرون كنا يفلكاني أو أنا كواب وضوح الواضح الواضح لو أنا كواب واضح الدلالة مرتبي معنى كان شيء فلكان وباسكا أو أنا شيء كواب معنى كان غير واضح كفيل من خفايت يايا وتشعراوية مرتبي شعراوية كان سنة شو أنا بسن برشي كي غير واضح الدلالة سنبرش كيه يبقى هماش في مراتي بس وجه هم ينظر خثيني شاروانين بقى شاروية كا في لبنديت يعني واروع بشيء توانين أو خفاء لا بدين أو شاروية بشيء خلاص بيخوان هبو معنى كيرون نبو شاروة بو أي بشيء هذا بين التوازن دينين يعني بيبقى بين بشرين شيء كمان هي أو شاروية لعبة بشيء لا بين بس يواك جالو أساس التفريق بين الواضح وغير الواضح هو دلالة النص بنفسه على المراد منه من غير توقف على أمر خارجي أو توقف على أمر خارجي على كم جال كوالو فرق نيواني واضح الدلالة وغير واضح دلالة توقف ثم ذلك عام دقل معنى كي زورونا أن دقش معنى كاني غنية ثم ذلك على جاوازيك بشي أكبر بنا ما جاوازيك بريتيه لو عالكنين فجاندني مع دقك بخودي خوي اگر خودي دقك معنى كي اجان دبير راوستان بوشي كي دركي او واضح دل عليه اگر دقك معنى كي اجان ولان فيوز وبابوني شي كي دركي او غير واضح دل عليه او جاي كره اگر هاد دقك معنى ولا قران يا السنه بوتي گشن معنى كان يعني بس تيسنا بعقل هبو جيك العقل زيني خو ما نجد من تيز نبو او واضح دل عليه اگر دقیق معنی بود، وقتی که شنید معنی کنی، انتهایی من بغیر عقل ها بود و وسیله تر بکار بینیم، راهی واضح دلاله. چون که لبرویش تگی تر بکار کنن و تا معنی که تیرش توی کار بکشه، فما فیه من مراد بینو من استصیغتی میگه توقف على امر خارجی فهو واضح دلاله. و ما لا يفهم مراد منه الا بامر خارجی فهو غير واضح دلاله. او برون که دینا که آبو اما جوازه که هنه ام جوازه باشه و زنی جوازی نیمانی واضح و غیر واضح با که دین ای باشه با چی مثلا لمثلی مراتبی وضوحکه یا مراتبی خفعکه پلی درونیکان و پلی نارونیکان اما نسا چی و دروسه به اول فرقی نیمانی نصر و ظاهر و مفسر و لگل هین با که دین لگل محکم با که دین اما تبه چون دروز بو على أساس التفاوض في مراتب الوضوح هو احتمال التأويل وعدم احتماله. بينما جواز لبندي درون روني معنى كان شيء أو دقايا هل قري تأويله يا هل قري تأويله أي هل قري تأويله أو دوما تبدل بسكا هل قري تأويله أو دوما تبدل بسكا كهو أما ديره
دقة بدلتي إما أي احتمال دقة هي معنى تيجي هبة جيجنا معنى كلمة يجين أي احتمال هي وأم معنى عم دور ذكي معنى من اللي حاله من بيبر معنى كتير أي احتمال هي بو دوما تبدل رزبو احتمال إنه بو دوما تبدل رزبو أو الأفتح تكي كاولو هلو فك عند رزبو تكي سيد دقة لما صليت يجشن لدقة يعني غيابي عنده لما مثلا إدمان ذهنيتي عالمك على ذهني زنايك شن دوري خاطر لما معنى الدولة كان دق شن دور دقات وانا لا معضاي دق شن دور دقات ولا فلسفة جاي ويا حكم رياليك شرعي يعني تو بشي مثلا دق حس ديو كيني تنا ام ديك ديو ببيني حمو ديو كانت بباب دي بيني زانا شي دور سكا بويا كاليسة لفتوى دروسة بيا كاليسة لتفسيرها دروسة بيا كاليسة لحكمة حتى مثلا لتصوير إسلامي شهر دروسة بيا كاليا معنى الإسلام بخب يسرع كين كذا يبرع عقلته كأن ذهنيت من خارج إلى مجرد مفاهيم أنا شو جوا التفسير اللي كان بالإسلام شو جوا التفسير اللي آتى كان القرآن كان مخال زور خطر دوسي براسي وعلى ديب كاتته معناه هي زور بقولي مشكي يا ولا نقول جاء واقعي دعوة كذا كابني زنا رحمة فان لدى فزور وتر قطر لبنا وسيد كان كدوا أرجع لفرنة دوالهم أفرمين فمن فهم معناه من نفس الصيغة ولا يحتمل أن يفهم منه معنى غيره أوضح دلالة مما فهم منه معنى ويحتمل أن يفهم منه معنى غيره أجا مثلا لفظك من دقك من مني لقدي الصيغة ولقدي فورمكي خويا ومعناها تيجشنو احتمال النبو معناه تتجقل ومعناه تيجشن كرونتر لو أما أعمال رونتر لو كوا لفظك معناه كيخوش تيجن ومعناه تيجش احتمالي هي شو أمان كي احتمالي هي معنى كي رونتلا أو أنك دو احتمالي ديابو يجي كيان هدو كيان كل آسة كانين دو آسة جياب نزم داني كابو أمان أوضح دلالة مما فهم منه المراد واحتمل أن يفهم منه غيره لو ذك معنى دقك معنى تنهي معنى كياني إذا معنى تي اللي ورنا كيلي أما معنى كي رونتلا لو دقك معنى دو معنى كياني أما إيكي كابو ما تبدل نزمو إيه وأساس التفاوت في مراتب الخفاء أي باشا بوشي أوانه كواقع في دلالة واضح دلالانية بوش إيج مراتي بيها أبيتو أكيد مصباح رشاك سواك لو بو على الأبروي شنك وأساس التفاوت في مراتب الخفاء هو القدرة على إزالة الخفاء وعدمها أبيش أوي آسن لتوانا من هي إيما أونا ديالة لا بريني على النبي شن عقل أتواني ظنت أتواني أونا دياليك لو دقاء أتواني لا بريني ما يلا أتواني لا بريني فما في دلالته خفاء أو عليك أنا معنى كان إن النادي عليه ولا سبيل إلى إزالة خفائه في رجينا ولا بد النادي عليه إلا بالرجوع إلى مصدره وهو شارع تنها بقرانا من ولاية تتشاوكي كخفائي قريه وكفي غمري خواه عليه الصلاة والسلام أو أخفى مما في دلالته خفاء والطريق ممهد لإزالة خفائه ببحث والاجتهاد أو رانا معنى كان إن شارع وطير اللوي كلا بلا معنى كي خفينا شارع ويا بلا رجاه كي أشكن را ورجيه كي أتان كلا ويا بلا بدني أو نادي عليه بهوي قران توجينا وو كوشش كدنا وو توزع بقرا يبوي توزع بحث وسيرتي وكين توزع خم ما عندو كين طالع معنى كلا خفاء كلا بلي دي أول أنت نها على بس قبل مارون كاتو هو هرزور خطية بس وانت خم أنت وين رولين كين معنى وان خفية كي خفاء كي كم تلا ويهند الدقة معنى كي بلا خفية بس اما كنا تسير شكاين وقرين بشوينا معنا كيرو نبتو بس هندي كيشي تاخوايا كي غمدي خواروني نكادو نايساني امانا كاووك بلاي اوكو استكاني بعض ما مسلكاني غي اوكو جنة اوكو نار امانا مثلا بشيرو نكاينو الا الوحيو ما اقول كاشو انا مصير غيرينيا مثلا بيزاني تشينا معنا اوه وحي توصيبو داني باش تشي وجهنم تشي بس اراجي اوتو عين بيزاني هذا مجالي كتاني حققت عنه أو دون الكع وقل ذاتي قوي ذاتي الله ذاتي رب تير تقول لكيو بنت نهابي خالي قوي بنتكاتو تنهاب مرة يا قوي يعني نتفعين رقانيا لا يبني معنى كرون كيان والله أعوى 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 بوي أسماء وصفاتي ورزك بني أرجع لفرمي وقد قسم العقل قسم علماء الوصول الواضحة الدلالة إلى أربعة أقسام. ويزانان أصولي وتبنمانات
اواني كثيرا واضح دلاله كان بسوار بشو كلنا بسوار متبو مثلا كان انا وظاهر دوما انا ونص سين انا ومفسر شوالم يعني محكم. وفي وضوح دلالتي على هذا الترتيب فالمحكم اوضحها دلاله ويليه المفسر ثم النص ثم الظاهر. الجاره امانه كان يعني لكان يعني بونتره الله يرونترين يعني محكمه او المحكمه رونترين باقي معناها هي شو كذا وش معنى ثابت واحتمال تعليل شنو نسخ ذهبي يعني معناها اول بدا تبعي تبعي هم معك دعاوى مفسرك هي شو كتفسير كلاوى تفسيرك خفاك الى بدو تفسيرك جار صالح ايكا يا اخوي يقول لك يا رمي فاك دوتي او ايش تعبو تشيبو ردوا من دوا معنا سيهم جاء النصر شو عالم يعني ظاهره كاو ترتيبك اوانيه يا كم ايش بمحكمتين أنزل مفسر أنزل نص أنزل ظاهر. وتظهر ثمرة هذا التفاوت عند التعارض. إيه باش عليه لو أنا بقول إمام مفسر سوديكي هي من بزعل معهم المحكم أو مفسر أو النص أو الظاهرة وشي باش عليه شو علمي هو من ذلك الله يدرك إيه برهمي أعم جاوازيو مرتبة خفاء ورون وأشكرايا لكاتي تعارض كان بجاتي كني دق اگر دو در دو معنی دیگه تر وصای نوا کنی هنتش کنی آن خیلی. باید که آنی که فقهای فقهان تر هناسان که الان لیمان هیچ دقیقه شیعه تعارض نیه. اگر واد بینی تعارضه و جناب رجنه بدو بر رجی چرا سرگی؟ او آره من عصر من نی. اینا هیچ دقیقه من قرآن و سنت تعارضی دیانی. هو النقص علمی ایم واد بین تعارض. حدق إلى القرآن بيان السنة يعني إلى زان البيك إلى معنى حلبة أي المعنى الظاهر أي النص أي المحكمة أي المفسر إذا كعوك محكمة ومفسر درجيك ومدرجدو محكم درجيك أولو كعتاد لك كشول وحليك يا شكان حليك يا شيني يعني دقك ظاهرة وأزاين تعارضة بمعنى همي حلبة يكيك أنت ورشي كعتاد لكني الظاهر وشيء ظاهر في صلاح الأصوليين هو ما دل على المراد منه بنفس صيغته من غير توقف فهم المراد منه على أمر خارجي. على ظاهر لو صلاح إلى زراوي أصولي كان بشيرته وما دل على المراد. بنتي لويك ما بستكى أجاند منه لخذي دققه بنفس صيغته. بخذي فورم كي فورم يعني أو وهو من وزن فعلا. أنا كاتب يكتب كاتب مكتوب أو فورم مثلا فورم صيغة بواعر كلمة مثلا قال أو قال صيغة يعني يقول صيغة كتلة مثلا صيغة من غير توقف ببيع الرابوة سير تيجي معك على أمر خارجي بس تيجي دلك الدلال الخارجي يعني خارج خارجي عقل خارج ذهن في اسم بونية للدلو الذهني إنسان وعقل إنسان شتي تبين تأكل معك حالي ذهن هذا خذي عقل تيجي ولم يكن المراد منه هو المقصود أصالة من السياق ويحتمل التأويل وأروها مبذ هناني أو معنايا أو معنى ظاهرة أو أونية أصالة دقيقة هاتوا دقيقة أو بونا هاتوا السياق آتك واحتمال التأويل شيء يعني معنى ظاهرة أو معنايا مقصود أصالة نية مقصود تبعية مبذ هناني كم معنى ظاهرة كنية واضح أبدا وأروها احتمال شيء شيء تأويل شيء فمتى كان المراد يفهم من كلام من الكلام غير حاجة إلى قرينة ولم يكن هو المقصود الأصلي من سياقه يعتبر الكلام ظاهرا فيه هل كافي ما بس معنى كتير يجش إلى رستك لكلام غير رستك لجملة ببي أي في إسكا قرينة يعني قرينة دليل كتير بلقي كتير شيء تخينا فاضية واروها أو معناها ما بس أصلينا ولهنانيا لو شو ندع أو رستيت أنا رستيت شيء ظاهر يعني ظاهرة عالم معناها بلا نصا معناها كتير فقوله تعالى خوي قولا فمي وأحل الله البيع وحرم الربا إذا أما بس نجي بين ظاهر في إحلال كل بيع وتحريم كل ربا أجا تنجي بين دقاتك واقعين يعني هتشي بيع حلال هتشي ربا شحرا لأن هذا معنى يتبادر فهم من لفظ أحل وحرم شو كان بين معنى هذا شيء ولكن لو شيء أحل وحرم أحل يعني حلال كذا حرم يعني شيء حرام كذا أم دوانا
من غير حاجة إلى قرينة. في إسبانيا يشتبين ذاني وشي حلا يعني شيء وحلا يعني شيء حرم يعني شيء أحلا يعني حلال حرم يعني حرام أبي عن دروس أبي شان شيء نادرس باشا بلاكم. وهو غير مقصود ينفاد من سياق الآياتي لأن معنى ظاهرة بس نيه لهنا من آياتي قال لك نيهن رابوي بلاي بيع حلال وبيع حراما لم آيات على لداب وأمني ما بس أصلي لما حالي من بلاكم يعني كاتك أما فاي قرب بيك دق شندين مع بيك دق نصير لها هنا غير رسي هنا طبعا بمرس ليش نشانه كتكي نشانه كراسو خول نشانه كنا راسو خول نشان راسو خول كي شيا نشان راسو خول كي أول كالد هنا يدي ايه فرقي نوعين الربا وبيع بلا بوان كفرقي هيش واشتاكي تشو آتك هم معنا كال إنما بيع مثل الربا وانتي الله بيعوك الربا وعيا بهناني آم آتا فايقر الله نيوانا ذاتو لا ما قشحوك كتيشي بدانك كأو بحلالة أميان حلالة كافرمي. وهو غير مخطوط من فضل من سياق الآتي لأن هذا كما قدمنا مسوقة أصالة النفي المماثلة بين البيع والربا رجع على الذين قالوا إنما البيع مثل الربا شونك آتك بوشي ينراه بولي فيش رباس ما كلا منه من كان يفيش رابوه ينراه بولي لبيني بالربا ولبيني مثلا بيعها مماثلة نية هاو شي وني بوآموت يعني إنما البيع مثل الربا ردي أم آتي ردي أم قصي أمانة أبا قصي أمانة فردي دائراني لا لباني حكميهما هذا كنا هاتوا بي باني حكم بيع حكم الربا بتاع باني حكم بيع حكم الربا أما فيوتي معناه كتر نج معنى الظاهرة كي واضح بلان كوابو معنى الظاهرة كمان شي حلابون وحلابون كي بلان أما معنى الظاهرة مبزن دعاتك كي مبز معناه كتر كي نفي مماثلة كي يا فرمي خواهي قولا فرمي شي فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أفرمي خواهي قولا إيوة فانكحوا ما ربكا ما طاب لكم من النساء أويك أقول إيوة درستوا بوختوا طاقوا حلالة لآساتان يعني دعان ستاسيان شوان فإن خفتم أجل ترستان هبو ألا تعدلوا إيوة ذات فرونه فواحدة أما يعني أجل فرنج بين ظاهر في إباحة نكاح ما حل من النساء هذا كواقع الظاهرة كي يعني فانكحوا ما حلالا وطال ما طاب لكم من النساء شيء إذا عافتان بوهوا حلالا دي ما لها كان لأن هذا معنى يتبادر معنى يتبادر فمن لفظي فانكحوا ما طاب لكم منهن من غير توقف على قرينتهم فكأن معناها أو يا وجبين بذيني يتجيت نشك إيه مولى لفظي شيء فانكحوا ما طاب لكم قال فانكحوا ما طاب لكم يعني ما رأى ببرا أوانيك بوهوا حلالا كيف في إسلام بقرينيك وشيك تدين بي انت معنى فانكحوا رمضان زانجي يعني شي فانكحوا يعني شي ما طابع تقورون وعشر آية وهو غير مقصود نفاض من سياق الآياتي فلا أتكر كيهم رابوا وني يقبل قلبوا فرمي أعمى حرارة أما بس سريكك أعمنية أي وشي الرابع لأن المقصود أفاض من سياق هو قصر العدد على أربعة أو واحدة كما قدمنا شو قال بعثي أنا بس ترى كيف دنيا فايقة بفهم يا الزواج بلام حلال تعدد بلام ده شيء من الجمال كرابة واسه أبي بين دو خياله يا كاشوار يا تنهايك دو خيالي داويته خيالي كان أقربيس تعدد كيها تاشوار قلته أبي بمجي عدالة أبي مجي عدالة نبو أو تنهايك دنا خيالته بس واحدة خوای ګره ای امه په انسان بوله بوله کاکه خو زواج کدن ما پابلکم بوله بوله به ارجو خو ژوند بیا خدای به له حدیث را غوسی ای امه په بوله پروګا کاو قصیه کمه لا ده که هم راو بو دی یعنی کدن عدد زواج نه بو حلال بو یی کو دو سر شوارک او معنی دو همینه کاکه د عادت کتیګی او کلن کاو ظاهره ک حلال بو نکیتی وانی بلان ام ظاهری حلال بو نه سیاق عادت کنه رسمیه هناني آتك بوشي يبو تحديد عددي زوجات يا فرمشي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا او اي كواتي غمر بيهناون رسول بيهناون فخذوه ايوال لي والبدر وما نهاكم عنه او اي شيء قدر اقرب فانتهوا ايوش قطعين يقدو خنوا فانتهوا يعني ايوش قطعين يقدو خنوا ظاهر في وجوب طاعة الرسول في كل ما امر به وكل ما نهى عنه أنا أتواجهين يعني أبي إما هم من جرالي في غمري خوابين على الفضل لهم لهذا الشيء كأمري فيك لهذا الشيء إيش كنهي معنى فيك بقول إنه دينه يتبادر فهمه من الآيات أعم معنى يكا يسل الذين من ليه حاضر فلا وليس هو المقصود وصاد من سياقه
أصلي هذا كين راب ومن بسنية بوني يطاعي بوني يطاعي تي غامي يخوا واجبا هو يسوين تلعب في وتوين إلى راتية لأن المقصود صافا من ساقي هو ما آتاكم الرسول من الفئيحين قسمتي فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا أجل في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام مع وصامانه ودابش كردن لما غالي دسكوتي مسلمانا هل أول بقدر زيادة أول بقدر أول شيء كان يدعني ولي مقدر بعض دابش كردي ما رأي إيه وصحابه يا لاني بقى يا مسلم عليك في غمر إخوة بشي دعونا فيه هل أول بشور قلت في غمر بيدعنا أول دعوه باش تدي زيادة نكر أول شيء كان يدعني ليقرن بعد دعني بوك سيك واتي أمر إخوالك بيت المال يا مصرف فقراء يا كيف بعض تلك الأتكاء واجن واجبة إطاعي في غمر إخوالك أمان 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 كالضعيل إجواج بإطاعك ما بس تك أمانية ما بس تلك كده باش كدني مال ساماني فيئة شو أتكاء السياق إيه في غمر إخوالي فضلا فرمي لبات درباري دريار فمي هو الطهور معه الحل ميتته وزياني في غمر إخوة آية دروس إيملا آلي دريار دزن برلين إيك لا حوالان بحاتة خطنا في غمر إخوة في الزائفة عليه الصلاة والسلام كفرمي أمري دزن برلين متوقع آلي دريار مكارنا هنا لبرلين سويرو سويرو مكارنا هنا في غمر إخوة فمي هو الطهور معه الحل ميتته هو عن البحر أعطيشي الطهور وأعطي فاكيش وفاكي فكاتو أن يكون فاتو وباقي فاكو كريشة وأروها الحل ميتته أول شيء كتيا أمره من دار الوكاين ناو أو ناو دريا حلالا وهذا صبرين عن ناوه أقول يعني أولي كي ناو دريا داري أنا في إذن أقول سري بريب وقد دري بين وفاج ويكمل تمر بيخو أما دلك السنة بين نفر من دي في عمل إخوة ظاهر في حكم ميتة البحر أم دقوا من في الله حكم أو دريا وحكم حلالبوني من دار الوكاين دريا من في الله هذه دريا فاك شفاك وكالا ظاهرك وآخرين ومن داروبين هذا دريا فاك خواني دروس ظاهر حديثك أول بل أقول أصلا ببتك أمنية أي شيء إذا السؤال خاص بماء البحث شو كفر ساك بعد الآو في العبو أي وجه في أمان الغبات من داروبي هنا هنا هو أما معناه كدو همينة في أولك كفر ساك فرمي آية في أمان الغبات لا توضعوا بماء البحث بعد دريا دروس بقنين في عمل فاطمي هو الطهور معه كأول سياقي أصلك بوشيا بوين قولي بلي دزوج بعالي دليا درست أما ما بسك دزوج يردن بعالي دليا درست أما سياق أصلك أما ما بس أصلك أما عم دوشت تلك تياد الظاهر وعالي دليا فاكو مدار وجي فاكو حلالة أما معنى أصليني سياقي بوونه دقيقة بوونه بلان في عمل فاكر فرمي وعالي فرموه هم أوش بقى يعني وعالي كابراش بيه هم حكم شرعي شيء تابع بو عيني مسلمان ك السودة دريا وردين أما ديال إشي تشريع وإذا ركز زندوب هي سودة وردين وحكم ظاهري أنه يجب العمل بما ظهر منه ما لم يقم دليل يقتضي العمل بغير ظاهره لأن الأصل عدم صرف اللفظ عن ظاهره إلا إذا اقتضى ذلك دليل أرجع لفرمي حكم ظاهر شيء وإذا أجد دقيق أرام عن غير ظاهر بو إما شيء كم يعصر أولي واجبة كارتين بما ظهر منه أولي كبون اللي إيش فيه ما لم يقم دليل يقتضي عمل بغير ظاهره ما دام بقي كتير ما نبه دوام اللي بكار كاريش بغير ظاهره كبتين يعني حيثما دارت أم دقانا هميان شو كدير يسر لما خلقنا كار يعني همي واجبة إطاعي في عمل إطاعين آوي دليا بعمل شو إيش بظاهره كشكين شو كدليل كتير ما نبه بغير نابه إيش بظاهره كبتين مقر هر كاتي دليلك ما نبه بما أمثل من يكي أما عن الظاهرة لدى منسوخة يا أنا عن الظاهرة لدى ممنوحة يا حرام مثلا يا قد ذكر عوا بدل اللي كتب بولي أن الأصل عدم صرف اللفظ عن ظاهره توقع لي لغة عربية أصل رأي الإسباني عربية نابي هيج دقيق لمعنى عشرك يخوي لا بري معنى عشرك يخوي شو نبي أول الإنجليز إلا إذا اقتضى ذلك دليل ما قد بلقيه وما نبكى كلو معنى أصلي يخوي لا بري كأول هيج دقيق لو اتفقك يكي خوي نبي بس كاريب كن الا بدليل نبي اما زوج دليل كان اگر تو بغد نبي نبي بلا او شو او معنى شك يعني هاي اصلا مثلا كشي جزوري برادراني مثلا قراني من هي كمان انا بقول قراني وحس مثلا ما فيش كوي بلاطي غلط ولا قراني قراني هم ها قراني بلا انت كو ناوي اخوان زاو كيف هي ناسين يكي لها بقول كان انا علماء مثلا دي دق تاويلك بديل بغي تاويل نبي هل بزاجي كوي مثلا دي بظاهرة كهذه
بلان هيت إلى اللي تأويل دلمية كبر أم دقوا معنا جين تنا عطي خوينا به أجاب قرينا بلغة ياقي لغة ليش يقال يعنيه ناس ياقي ده وش لغة كان هذا كذي ناس ياقي بس كذا معنا ولا كذي إذا كان هذا دليل لك النبي هذا لك خارج النبي شو نرجع دقة تشريعي وده دقة تشريعي ده دقة إنسانية دقة تشريعي ولا إذا كفر ذيك بينما في عمل فاق السائل كذا أي دليل نفهمه صحيح فرمي أنا توضأ بماء البحر فرمي أنا نعم توضأ به خبوه كفاية هو ضعمك بلان في عمل فاق شو ضعمك داته الله هو الطهور معه الحل ميتته أخذ من رأسك السلكي لذا داهي بو أم دقال مضعم بوش جوازه طبعا تلك المضعمة عنده دو بابتي تياه سي بابتي تيشي تياه ايه هم بخبرين هدف ابتنك كوا مكي باتل دزوج بلا بعالي دريا هم لولا شواني صادة لنار دريا شكي لبرهم الدريا شكي كأم المدار وابوي كرهيتي مثل أمه حيوان يعني وليك كتير دوست دي خلي بكاري بيني لهم كتا عوضشي بكاري بيني بوچيش وشو بزرعات وشو بزرعات وشو بزرعات وشو اصالي بيه كنجي عمانا في عمان الفوع عليه الصلاة والسلام والله مدد مشريحة كدالة شريعتها دق الشرعي أبي إلا يا نبي مشريعة كاس خيبر ممكن بيته والله وعبك يا اللي قتلي مشريع معنى هبه لشوني قتلع أنا ما أبغى تخصيص كابو ما عم بيانك يا نبي بلغيه قتلي لغيه بقوت معنى هبه كأو معنى تواني حملكين أجل تواني ما أبغى تسكاي دقتي وشوك دقتي بشرنية أما كيشي كيزوك قوليها كبداخل يعني زور در هنی تکل لوانه باشش بیاد. نه تکل خدمت کردن بدین به وام فلاغی تو زلال بدین زلال قرآن زلال دخش عیش ده. تو که با پیخاوسی کی زور پیخاوسی و چین نام بابتا که میدن که برایتی کسی خوی و کسی کارای خوی و زنای خوی و با هم کسی گوه نکره و انو یحتمل التأویل ای صرف و عن ظاهر و یاد معنی آخر منه و را تو که دقا دقی ظاهر و طبعاً و به عملی تیوکن ایشی تیوکن دومیشن احتمال التأویلی ها يعني احتمال يعني أو معناه قول معناه كتير ومعناه كتير يقول قريب أود احتمالية كمان احتمال بالإيمان لو أنا بالإيمان غير لصبع دوبة لصبع بينج لصبع دري لو أنا لصبع بنجاش به فإذا كان الظاهر عاما يحتمل أن يخصص وإن كان مطلقا يحتمل أن يقيد وإن كان حقيقة يحتمل أن يراد به معنى المجازي وغير ذلك من وجوه تأويله تأويل كان شو؟ أما شباب التأويل كذي. أجا مثلاً دق الظاهر كعام بو دوسك عام بو احتماله مخصص كذي. تأويل كذي. شو كمان من عام إلى وقت خص قاعدة معنية. هالشيء دقيق اجتماعي للقرآن والسنة قابل إيه تخصص كذي. كهو أول شيء تبغى أوزن منه أو تأويل كذي. يعني أو دق ظاهر عام قبل اجتماع أقول جد دقيق كتير معنية للقرآن والسنة بيتخصص كهو أو دق بعموم نما بقو أمه ليلة الكلام ذر. أمريكا. يا الشباب التأويل كبر شكله دقيق مطلقة واعتقدوا بندي ثونية وصف لجوانية شكل لجوانية معشا أكون جد دقيق بكره شكل جواب كلار وصف جواه رابع لدقيق ترى أكون جه هر همان دابد بقول القرآن همانا لين دشمن لفظك مطلق إن شو هم قيدة رقبة المؤمنة هر رقبة لشمن كاب مطلقها سوى نبي قيد لشمن كاب قيد لجوانية احتمالي هي لفظ ظاهريش لشون كعب بير خيط بير لشون ترى استفادة للقرابة أقول جاو فرمي في عمر الخواشين رواية الدول دين معنية رواية فرمي مثلا كافمي الحل ميتته وأن ينفمي إذا أخرجها إنسان بنفسه مثلا بخبون من عرين شكي واي فرمو بي أقل خود داري هنا نكفل مثلا قلت بدا قناع كرار وانا شاني روج مثلا طوبي بي توب الزجين داري هنا ولدرسي خود عمد إلا نعوكي عمد نبو عقابه من جو قيد لقرار إذا أخرج عبي نفسه احتمالي وتأويل إليه مثلا أولا أقل مثلا لفظه وحق الظاهر حقيقة دواتا معناه كي دراسة وخير لفظكه احتماله مرتفع معناه كي مجازي به جمعنا مجازي كي احتماله بفضان آية هل يقول أمانا كرن وجوه تأويل واتا برنا كان تأويل كري كرن تأويل دقاكين تأويل دقاكين أو تأويل يكين وتأويل ونيا مثلا بين بعض الدخوة معنى ودامر رجي معنى دانا كانش أو رجالا كاللروي قواعد اللغه العربيه هو كذا الرئاسه بلاغه ونصي بلاغه رام يجي قبولك يا نحو صرف قبولك يا دليل اصول يكان لغايتك تكاري بوانا تخصيصي كذا خلا بعض الزخمانات وين تعملي واروى وانه يقبل النسخه واروى قد اللحو مكان الظاهر ظاهر قبول نسخه
احتماله المعنى كألفاظ ظاهرة نثبته. يعني شيء أي أن حكمه الظاهر منه يصح في عهد الرسالة وفي زمن تشريع النسخة ويشرع حكم بدله. لسدمي بني هاتني وحيا لسدمي داناني شريعة احتمالها هو أو معنى الظاهر نثبته. بس تكن ما وصعوا صعوا إذا تطعوا ما أشكلوا كنسخينية ولكن إذا سدمي تيواتات يقومني قال إجيانا أبوبي حتى وحي قابل هاتن أبوبي قابل نثبته. همو دخل حكم الواقع يعني كدابز دي من دي لو عندك محكم بن باقي تي دان قابل هو كفاي رسكاته كوحي طاو كفني اليوم قلت لكم دينكم اذا كوتاي في عتد مجال طاو من جاي نستغنى عايز شو زمان كنت عايز اول بس انا عندي كثير لا ربك ركاني يا حكم كان الظاهر ارجع من عند شوي يا حكم يجي طاقه الهبه متى كان من الاحكام الفرعيه الجزئيه التي تتغير تغير المصالح وتقوى الناس مثلا شو كي واتعني هكا هذا حكم قالوا حكم فرعي انا بون كا اغورا بجوري غوراني برزون دي كان اگر احكام كان احكام ابن بقول برزون دي انسان احكام اساس المصالح دان الرابو في الان لو بجد شاقر ما انكم الله احكام هي سبنا ماي مصالح دان مثلا اجا بنا ماي حكم مصلحة به لهاك المصلحة كان ما لقا الا ذا كان ما حكم كان نعمله عثمان خواهي قولا بويك على حرام قال شو كبير إسكالي فيها أجر إسكالي كنا مني كأود الماء أود أود أيك حشي أود أود شربتك أود تفشيات أو كذا حرام ولا كبير جناك شو كبير هذا خاطي زردك أو أنا كمثلا نص أساسي زرد أجر مثلا بود منحف منك وأنا نص أساسي زرد زرد كنا ما رشتك يا إذا كذا شيء بيح وما كش نامي لله ما كذا سنا أحكامي ما من هي مثلا بود منك كذا كباسي ولا دور رئيسه كان لو واحد كان مثلا دوكا زبون ليش على دور رئيسه ابو فقهاء اصوليين الان ليك ابو كجي ثم كان ابو رئيسه انشقاق على وسيله هم كانت اساسي مصلحه انا شو انا مصلحتي مصلحه لو انا بدور رئيسه بدور رئيسه زبون انا مو برئيس اي تيجي انا كان مو برئيس انت مرغوص محاولاك ايش ينصر تتسادك دائما مناقصه هيك خلقي ديال هانا دا ايش اللي تيجا دا بغي يمشي قاعد له سبع ويرد قال ما ندير اي كان كوجا اي كان كبر يعني كوجا انا ما اصاد غير مصلحه اي قال لي صار مثلا تعالي مع ملكك او الا انا ما يا سكرنا تعالي يمشي قاعد له سكر غير رئيس ولاد رئيس يضاج مثلا دو سكر غير هذا بدنا قانون جيش يا حب ما هي ما يكوجي دا رئيس جبنا كوجي شو حل تكنا ما أنا رحمة لما زبي إمام مالك واقف من رحمة دي فعلي مثلاً كاتي قال أجر من ذلك من ذلك مثلاً من ذلك كذا يخو من ذلك إذا من ذلك كذا وصي بينا كافو قصاصي لنا عشان شو كان من ذلك بالعوامل الأساسية برجوني بيبتت أنا قصاصي كيف سين مثلاً بين من ذلك قصاصي كيف سين هذا أساسي مصلحة ويتنام به ومن ذلك يصير من ذلك وعليه كذا إيه استكان مثلاً وعليه تنام من ضالي يستكان مثلاً أجواش اللي كذا توحروا عن كذا وكابد حوما جنام يعني كحد من الله حزد نعين وقول شيء كان خير ليه سين مثلاً بعلمونا قصة غيرنا عكينه أما أنا في الأحكام أساسي مصلحة أو أنا كأحكام في الظاهر جزئي ولا أساس بدماي مصلحة ده عن رابو لقولنا ما هي مصلحة ذكاء حوما كش نعم يعني مصلحة ذكاء حوما جنام مصلحة كنا ما حوما جنام عوض وقابل نصف بس حوما كذي تعصر أما قانونك أو قانون قاعدة إلى قاعدة كاني بابتي مثلاً أحكامي السلام ورحمة الله. أما تقريباً كوي بابتي ظاهر بك مثلاً طاوة ما كن شاء الله شين سد بس يدوهم كنصاً إلى بعض السن تاني إن شاء الله دزي عند السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي علم المشروب اقوم في سبقنا او هل حرام بس وقع اللي تجاهل تيار والزوات تأثيرين معه او شوك قدي ما عندك سيري لكن انت كستكونا قدي ما عندك اسكالي تياري عنا طبعا جمع سيري ما عندك عالي سيري كستكنا عندي جلعين واحد تعطي اجمان بوا حزك قرابي وقارب وقارب اقول شوك ما عندك سر خوش كرش ما تجي تفكر كريان نا تيا 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 نيا آه ما تجي كوي بلا ما فاهم.
والله إن جاء بلين تعليمكي يعني تعليمكي وحي وشوفت في غمار الفاعل الفاصلان ك هذه ثلاثة كأخذ أكثر نقي عدد في هذا بعض العلم عن بوكا